عاصمة نيبال هي مدينة كاتماندو، وهي أيضا أكبر مدينة في البلاد، وهي أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي، حيث يعود تاريخ تلك المدينة إلى الزمن القديم. فالاكتشافات الأثرية تشير إلى أن تاريخها يعود للفترة بين عامي 167 قبل الميلاد و1 ميلادية، وكانت أقدم الأدلة التاريخية التي عثر عليها في تلك المدينة هي تمثال ميلغون، والذي يعود تاريخه للعام 185 ميلادية. وتقع كاتموندو في منطقة جبلية بالقرب من نقطة التقاء نهر باغماثي مع نهر فيشمونتي، وتقع المدينة على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر في وادي كاتماندو. وتأخذ المدينة شكل الوعاء الذي يقع وسط نيبال. تأسست تلك المدينة عام 723 ميلادية، وقام بتأسيسها راجا جونا كاماديفا، وظلت المدينة تحت حكم أسرة ماله في الفترة بين القرن الثاني عشر وحتى القرن السابع عشر، عندما سقطت تحت حكم مملكة جوسخا عام 1768. أما في التاريخ الحديث، فقد عانت المدينة من اضطرابات وعدم استقرار سياسي وأعمال عنف تسببت في أحداث وخسائر في الأرواح وأضرار بالمباني. تعد نيبال من أفقر دول العالم وأقلها تقدما، حيث يعيش أكثر من ثلث سكانها تحت خط الفقر، وتعتبر الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد نيبال، وهي توفر سبل عيش لحوالي 3/4 السكان، وهي تمثل حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتضم العاصمة النيبالية كاتماندو معظم المباني الحكومية ومباني السفارات والمنظمات والبنوك، وهي مقر رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، كما أنها مركز تجاري في البلاد. وقد شهدت تلك المدينة توسعات كبيرة في أنظمة النقل والطرق والخدمات الجوية خلال سبعينيات القرن الماضي، وهذا ما جعل المدينة أهم مركز للنقل الوطني في نيبال، حيث أنها تضم مطارات مطار الدولي والذي يقع على بضعة كيلومترات من وسط المدينة، ويقدم رحلات محلية ودولية. وتصدر تلك المدينة مجموعة من الأشغال اليدوية والأعمال الفنية والورق ومجموعة بضائع أخرى، جانب أنها أصبحت مركز جذب سياحي، وتمثل السياحة واحدة من مصادر الدخل الرئيسية. يبلغ عدد سكان كاتموندو 985 ألف نسمة، وتتميز بالتنوع الثقافي، حيث تتكون التركيبة السكانية بها من العديد من الأعراق والأديان واللغات، ويشكل عرق نيوار أكبر مجموعة عرقية هناك، حوالي 30% من سكان العاصمة، تليها نيتوالي والتي تشكل 25% من السكان. وما زالت بعض المجموعات تحتفل بمهرجانات قديمة في شوارع وفقا لبعض التقويمات الفلكية، مثل مهرجان مقار سانكرانتي الذي يتبع التقويم الشمسي، ويحتفل السكان به من خلال السباحة في نهر الجونغ. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.